من كتاب الله سبحانه عز وجل عشان نلحق بنا الإخوة، والذي صلى الفرض وصلى السنة يلحق بنا إن شاء الله تعالى، لأن من السنة أن نتحلق حول الوائد بإذن الله سبحانه عز وجل. فيتفضل سيادة ومشكورة أخونا المرضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم